يا زكريا، بقاء لله في عمي شريف. حياتك الباقية يا ابني. عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى، ان شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير واحتاج نقل دم، ويا ريت يكون بسرعة. أنا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبد الله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب اتفضل. دكتور، طبعا يا دكتور أنت فاهم بالظبط هتعمل إيه. فاهم يا سليم بيه، هيخرج النهارده من غير ما نعمل محضر، المهم ان ننقله دم بسرعه. طب يلا أكرم، عاوزك ضروري. أيوه، مع السلامة. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ متولي الشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته، عاوزك تاخد رجالتك وتطلع لهناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاع وليا. هو عايزين العطار ياخد طاره بسرعة كده؟ ما أعرفش يا سيدي، هو متولي الشريف حد عادي؟ راجل أعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع أول بأول، أول ما تعرف أي حاجة تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف أي حاجة من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك يا رب وتوب إليك. انت هتقعد هنا عندي يومين ثلاثة كده معزز مكرم، أمال إيه؟ ده أنت ابني الكبير، احنا نقدر نعمل حاجة في ابني الكبير يا عم الصالح. ما تقدرش تعمل لابن الكبير حاجة، لكن تحاول تقتل الكبير عادي صح؟ ندمت وحياة راس أبوك الغالي، ندمت يا راجل، ده أنا كنت هسيب البلد وأهرب منها، بس عارف ما لحقتش. أبوك وإخواتك خطفوا ابني وعاوزين يخلصوا عليا، وانا مش عايز اموت دلوقتي، ملهاش مزاج، مش وقته. فقلت تخطفني وتقيد بيا. برافو عليك، ما انت بتفهم اهو. تمام، بتولي كان عاوز يخطفك بس انا عرفته وسبقته. انت عارف بتولي دلوقتي الله يرحمه الفاتحه على روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، امين، وانا مش عايز احصله. وانت لا ليك لا في الطور ولا في الطحين، هتشيل شيله ما انتش عايزها ولا هي ليها لازمه بالنسبه لك. انت اللي هتشيل يا جلال، عشان زين العطار بيقطع دراعه قبل ما يتلوي. يبقى ما خسرتش لوحدي صح؟ لا مش صح، لان انت كده يا جلال ما تعرفش عيله العطارين كويس. احنا مالناش طلبات يا صالح، احنا كل اللي عايزينه معاهد السلام. يا سيدي جدد العهد، يلا زي بعضه، وانت تمنك غالي عند الزين، وهي فرصة يا سيدي نعرف انت غالي عنده قد ايه يا صالح. اشمعنى انا اللي ادق؟ بتعملوا معايا كده ليه؟ بس بقى استنى يا امير. لك يا حسن، شوف مامتك النهارده يا صاحبي. ايوه البنتين؟ الواد ده بيكدب عليك على فكره، احنا ما شفناش حد. ايه يا عمار؟ ايه يا حبيبي انت ليه كده؟ واحنا بنبص لك فيهم، هي فراخ. يتبص فيهم وعليهم، دول بنات يا معلم، بنات. طب اتكلمت معاهم؟ لا طبعا، زي المره اللي فاتت كده، كانوا بيجيبوا اكل ابوهم صاحب الدكانه، انت عارف عم حمزه راجل عصبي، شفنا بنبص عليهم زعلوهم، دخلوا جري. بس بقول لك ايه، حته بنتين فيهم كل حاجه، حلوين قوي. يا عم احنا اي بنات بالنسبه لنا بنات حلوه، احنا بنشوف بنات غير كل 10 سنين مره. هو شرط الدار هنا ان احنا نترهبن ولا ايه؟ انا عايز اتجوز يا جماعه، جوزوني يا ابني. مفيش حاجه تمنعك من الجواز بجد، والله العظيم. عايز تتجوز سيب الدار وروح اتجوز، وهل عزيز تبقى وفرت اكلك لعشرة من عيال الدار. شكرا قوي يا عمار. العفو، انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ ولا ايه ده بقى شويه، محدش عامل معاك حاجه اصلا، اهدى. هو انا هاجي معاكم المره اللي جايه ينفع؟ طبعا يا صاحبي، طبعا. لا
اصل انا وامير بس اللي بنجيب المهم بتاعه الاكل. خليك في شغلك يا حسن وسيبنا احنا كمان نشوف شغلنا. عنده حق، خليك في شغلك يا حسن. عمار ايه؟ خدني معاك انا المره الجايه. عمار ايه يا اسطى؟ عمار مش كده مش كده يا جلال، انت اتجننت ولا ايه؟ ما لقيتش غيري؟ قلت لك 100 مره ماليش دعوه بالحدوته دي كلها. اسمع يا سيف، اسمعني كويس، انا مش ممكن ابدا حسيب زين العطار يقتل ابني وبعدين يخلص عليا واقعد اتفرج عليه. يا سيف باشا، وانا مالي؟ انت اللي سليت دماغك المتولي. وبعدين انت قلقان من ايه؟ كده كده زين العطار مش هيسيبك، عايز تجيب رجلنا ليه؟ اسمع يا سيف، انا كل اللي انا عايزه منك انك انت تبلغ زين العطار ان ابنه عندي، وان انا لا يمكن حسيب الموضوع ان انا عايز اقابله، ونعمل معاهد السلام وكل واحد يروح لحاله، وخالتي وخالتك وخالته واتفرقت الخالات يا حبيبي. انا بفهمك، وانت هتعمل اللي انا بقولك عليه، ولو انت ما عملتش اللي بقول عليه انت حر. انا مش هبقى على حد يا سيف، هخلي الدم والله العظيم ثلاثة للركب. فاهم؟ انت بتهددني يا جلال؟ انا قلت لك اللي عندي. على السلامة يا استاذ. اسمها ايه؟ معرفش، ما لحقتش اتكلم معاها من ساعة ما اخدتها. اسمك ايه يا حبيبتي؟ تخافيش، تعالي ما تخافيش. انا عايزة بابا. انت اكيد مش بنت متولية. ما تخافيش، مفيش حد هنا يعمل لك حاجة، ما تخافيش. هو حصل ايه؟ مش وقته. خديها هات لها حاجة تلبسها وشوفي لو بقى هنا. يلا يلا روحي، ما تخافيش. زكريا، ايوه يا ام، برضه نفذتوا اللي في دماغكوا؟ غصب عنه. انا بكره الدم. خلاص يا امي، الدم بعد عنه. مين البنت الصغيره اللي كانت داخله في ايدك؟ معرفش، بنت جبتها من فيله متولي لقيتها هناك. بصراحه هربيها. تربيها؟ تعرف هي ممكن تكون شايله دم مين؟ يبقى في رقبتك دم دساس. نفسي في حقي لأمي. بصراحة البيت خطفت قلبي. انت عارفة ان ربنا ما كرمنيش بالخلفة. عن اذنك. عمري ما شفت شريف ده، بس هو كان بيحب وبيتكلم عليه كتير. يا ريته كان هو اللي مات. بس يموت ازاي؟ عشان تعرف ان دعوتي مستجابه، بدأ عليه ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. بس انت عرفت منين؟ خد يا اما ماشي نفسك بدول لحد ما ربنا يبعت جديد. بس ما قلتليش مين اللي قال لك؟ هاشم الدهب يا اما عدى عليا النهارده في الحاره وهو اللي قال لي. طب استنى استنى يا واد كلمني، وكان عايز ايه؟ هيكون عايز ايه يعني يا اما؟ عايز اللي بيعوزه كل مره، عايزني اروح اشتغل معاه. قلت له ايه لما قال لك كده؟ قلت له افكر يا اما. ومن كل الناس دي ما اخترتيش الا ده؟ انت ما تعرفيش صالح كويس. ومش عايزه اعرفه. انت عارفه انت بتحكي لي عن ايه؟ عن موت وقتل ودم وسلاح. دي عصابه. انت ورطتي نفسك على فكره. وبعدين تعالي هنا، مش بعيد صالح بتاعك ده اصلا يكون بيضحك عليكي؟ يا بنتي ده اتربى وعاش وكبر وسطيهم. بقول لك ايه؟ انا اعرف كويس قوي اذا كان بيضحك عليا ولا لا. انا بحب صالح. انا كنت فاكره نفسي مش هعرف احب تاني بعد موت رامز. وبعدين هو وعدني انه هيكون بعيد. خلاص. احنا اتفقنا ان احنا هنسافر مع بعض. قفلي على الموضوع ده. فتحي بقى عامل زي الشوكه في الزور يا ناديه. ما تاخده واحده واحده.
مالك قافش كده ليه؟ ما انت طول عمرك بتشتغل وبتعمل اللي في دماغك. بس المرة دي اللي في دماغي كبير، عايز اقعد في حته رايقه لوحدي. وايه بقى اللي في دماغك يا نور عين؟ اغير شكل الفن على الكوكب، مزيكا جديده، الحان فتيقه. كوكب؟ هو انت رجعت تشرب الهباب اللي انت كنت بتشربه قبل كده؟ انا ما بطلتوش اصلا. يا رب عوض علي عوض الصابرين. انا ماشي يا اخويا. اوعى اوعى كده. انا اوعى. انا اللي بكره هبقى شوفوا اسمه تبقوا